في اطار محاربه الجريمه بمختلف انواعها عبر اقليم اختصاص المجموعه الاقليميه للدرك الوطني بالمديه. تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعمرية من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و39 سنة في حالة تلبس بجريمة سرقة الكواب النحاسية بتوفر ظرف الليل والتعدد واستحضار مركبة، تكوين جمعية أشرار وتخريب العمدي للممتلكات عمومية. تعود حيثية القضية إلى ورود اتصال هاتفي من مواطنين مفاده وجود مجموعة من الأشخاص على متن سيارة يقومون بقطع كواب نحاسية خاصة بشبكة الكهرباء. على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، حيث تم وضع خطة محكمة وهذا بالتويق مكان وقوع السرقة والأماكن المجاورة. العملية مكنت من توقيف 4 أشخاص متلبسين بالجريمة واسترجاع مسروقات وهي المتمثلة في كواب نحاسية خاصة بشبكة الكهرباء بطول 250 متر وبوزن حوالي 105 كيلوغرام. سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العمرية وهذا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في شأنهم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.